Zazuel. واضح يعطيك الصحة لذا. وبعد المدرب السابق للترجي فوز البنزرتي ناخذ من عنده فكرة على 45 دقيقة الأولى. أنا واش عرفت أنا والله أنا على كل تفرج في المقابلة الآن معنا ماهيش مقابلة على كرة قدم هذه في تلا هذه 1000 متر في تلا سباعة حرة في تلا ما تنجمش تكون على مقابلة كرة قدم ناقشها للملولي في تلا شنو ما مشاش حسب رأيك؟ والله ما مشاش شيء في تلا كان أنا مشيت لليبيا في تلا لكن كلها ما مشاش شغل على مقابلة توفى بنتيجة إيجابية في تلا وقيت عندها أنا الترجي الرياضي التونسي. اسمعنا بيك عندك عارف من النادي الأفريقي وتحب تدرب النادي الأفريقي. والله ما نجمش نجاوبك توا لأنه العجالي مازالوا ماهوش طايبين في تلا. زازوات.